لو الحكاية فيها إن فيجو. هذاك برضه ده خيط نباري نفس الموضوع ده اسم المجزر دي محافظه الاهليه ده بقى يعني ده بقري ده يوم الثلاث يوم الرابع في الاسبوع احنا في الاربعاء دي علامه سريه احنا بنمثلها من وقت للتاني عشان التفتيش اللقاء احنا في تواصل بيننا وبينه في العلامه السريه انت لو مثل اي اي محل فتش على اللحوم او اي مكان فيه لحم يعرف بيه علامه سريه يعرف فين كتف مظبوط ولا مش مظبوط طبعا احنا حاجات ده في الكتف المدور ده كتف صغير عندي لحم صغير ده لحم بقري صغير الكتف الكبير كتف مربع كمان اهوت نفس اليوم نفس اسم الناحيه يا دكتور بتشوف بقى الحراره ده ما ينفعش تتذبح لو هي محمومه لو درجه الحراره عاليه ممنوع الذبح لازم تنزل درجه الحراره عشان لو محمومه ما تخش وايه تاني غير الحراره اللي يمنع ذبحها التسنين بنفتح البق وبنشوف التسنين هل هي مكتمله السن بتاعها عدت الخمس سنين ولا ما عدتش خمس سنين بنشوف القواطع السنان اكتملت ولا لا لو ما اكتملتش بترجع لازم تكون مكتمله كلها متغيره يعني جايبه السنان البيرمننت اللي هي الكبيره يعني لو ما اكتملتش بترجع ويجيب حاجه ثانيه اكبر يعني هم حالتين اثنين بس ده الاساسي يعني في الموضوع ثاني حاجه بنشوف طبعا الشكل الظاهري الخارجي هل هي طبيعيه ما هياش نحيفه جدا ولا هي هزيله برضه بنشوف الميوكاس ممبرين بتاعه العين بنشوف الاغشيه يعني الطبيعيه لونها طبيعي ابيض مش اصفر ولا احمر بس. طبعا هو الحمل هو ده اهم كشف بالنسبه للاناث في المجزر اننا بنتاكد ان هي مش عشر مش فيها جنين يعني لو عشر ممنوع ذبحها لازم اهم فحص بالنسبه لنا هو التسنين والعشر لو فاضيه بتخش لو مش فاضيه طبعا بتذبح منطبق للشروط بيدخل المجزر اذا في فقد اي شرط من الشروط بيتم ارجاع الحيوان مع صاحبه بيدخل الحيوان بيقطع هنا قسيمه في هنا تبع الوحده المحليه تبع الطب البصري تشمل تامين على المذبوحات تشمل علاج اقتصادي ويعني ومجموعه حاجات اخرى بيدخل هنا بقى هنا السلاخين اذا تبين ان هو سليم ظاهريا بيرتاح شويه وبنتبع عند السلاخين بعد الذبح
بيتم سلخ العجل رفعه، بيتم الكشف بعد الذبح، كشف على اللحوم، بيتم على كشف اللحوم بدقه متناهيه لكل اجزاء، كل اجزاء الذبيحه بيتم الكشف عليها قطعه قطعه جزء جزء. اذا تبين سلامه اللحوم تماما بيتم ختمها بالختم المناسب. قلنا الختم قبل كده، الختم كما شفنا في الصور في عندنا ختم كبير وختم صغير، الختم الكبير ختم مربع، الختم الصغير ختم دائري. مكتوب على الختم اسم المتجر، اسم المحافظه، نوع الحيوان، يوم الذبح، العلامه السريه على كل اللحوم اللي طالعه معمول عليها ختم. الختم ده من ماده امنه 100%، يعني امنه جدا للمستهلك. حضرتك احنا في العيد الكبير كل سنه متعودين العمل عندنا بيبدا من الساعه 6 صباحا او بعد صلاه العيد الاضحى مباشره. في عندنا جمعيات بتيجي كل سنه، مثل جمعيه رساله وجمعيه الرمان وصناع الخير ومصر الخير. كل الجمعيات اللي عايزه تيجي والاصلاح وخلافه، يعني كل عايز يجي هنا بيتفضل، بيجي لنا من الساعه 6 الصبح اول عيد الاضحى. العمل مستمر خلال 4 ايام بتوع العيد الكبير كلهم مستمرين. لحد الساعه كام؟ من الستة صباحا لحد كام؟ لامتى؟ الى انتهاء الاعمال، الى انتهاء الاعمال. ده بالنسبه للجمعيات. اي مواطن بره عنده اضحيه عايز يذبحها احنا جاهزين متواجدين، والذبح بدون رسوم نهائيا طبقا لتعليمات السيد الوزير المحافظ وتعليمات الدكتور عماد ابو مجد وكيل الوزاره. الذبح قبلها ولا لا؟ بيجي يتفضل على طول، ما عندناش مشكله. اللي بيجي جاهز مكانه هنا هم الجمعيات، وتواصل معانا وتيجي جاهز على مكانه عشان تحجز لكل جمعيه مكان تقدر ان هي ما تحصلش اختلاط بين اللحم وبين بعض. وعامل ايه؟